انطلقت الخميس انتخابات المجالس البرلمانية الطالبية في جميع مدارس المملكة، والتي يشارك بها جميع طلبة المدارس من الصف الخامس الأساسي وحتى الثاني عشر، والتي يمارس الطلبة فيها العملية الانتخابية ليختاروا ممثليهم أي نوابهم، إضافة إلى اختيار رئيس البرلمان الطالبي على مستوى كل مدرسة، وبالنتيجة إفراز برلمان طالبي يمثلهم. هذا البرلمان قادر على طرح أفكارهم بقوة أمام حكومتهم المتمثلة بإدارة المدرسة. تأتي هذه الخطوة دعما للتربية الديمقراطية للطلبة منذ الصغر. بعض التصرفات أو السلوكيات التي أفرزتها هذه الانتخابات كانت حديث الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وللحديث أكثر عن ذلك نسأل عن دلالاتها وأسبابها مع الخبير التربوي حسام عواد الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا بك. نعم، بداية يعني بعض التصرفات أو بعض الشعارات الانتخابية اللافتة، بعض التصرفات المتعلقة بالمال الأسود وأيضا الولائم التي حدثت في بعض المدارس بعد هذه الانتخابات، ما رأيك في هذه التصرفات وما هو التقييم التربوي لها؟ بداية، الانتخابات المدرسية تأتي لبناء الثقافة السياسية لدى الطالب وأيضا التدريب على العملية الانتخابية والتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة. فنحن كما تعلمين دولة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات. المدرسة تعتبر مجتمع مصغر، وبالتالي إنشاء مواطن صالح يعني بالتالي تأسيس مواطن له الوعي الكامل بأهمية المشاركة والحوار وبناء الثقافة السياسية لدى الطالب. إلا أن المدرسة أيضا بالمقابل هي محاكاة للواقع، فكما يرى طلبة المدارس ما يحدث في الانتخابات النقابية والبلدية والبرلمانية يأتي الطالب مثقلا بهذه النماذج ويطبقها بشكل عفوي وفطري في داخل المدرسة. نعم. الانتخابات المدرسية لا تؤسس لهذه السلوكيات التي تحدثنا عنها على السوشيال ميديا، إلا أن الصغار يقلدون الكبار فيما يجري في هذه الانتخابات. فحينما نسمع شعارات انتخابية مثلا بطلبات وهي وعود أشبه بالمستحيلة، مثلا بإلغاء حصص الرياضيات أو إلغاء الدوام المدرسي أو التحول للامتحانات للأونلاين أو مثلا الشراء المجاني من المقصف، هنا الطالب يحاكي الأعمام والأخوال فيما نفذوه في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وهنا يأتي دور المدرسة في كيفية توجيه الطلاب للمسار الصحيح، بحيث تكون العملية الانتخابية هي ممارسة سياسية لهذه المدرسة، بحيث الطالب يحدد أولوياته واهتماماته ويتعلم من خلال هذه الممارسة كيف يعبر عن رأيه وكيف يعمل عمل فريق وجماعي حتى يستطيع أن يؤدي فلسفة وأهداف الانتخابات المدرسة. نعم، يعني أستاذ حسام، يعني نوافق على بعض الأمور التي تحدثت عنها وربما على الفكرة بشكل عام، لكن هنا نصطدم في فخ. كيف نريد أن نعلم الطلبة حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية ومحاولة خروجهم خارج الصندوق، وبنفس الوقت إرشادهم إلى الشعارات الأدق أو الأصح أو الممكنة؟ دعنا نتساءل، هل المدرسة جزيرة معزولة عن العالم الخارجي؟ طبعا لا. الطالب يتعلم في المدرسة، يتربى في المدرسة، ولكن لا يتربى ويتعلم فقط من المدرسة، بل يتعلم من القدوات ومن النماذج ومما يراه في الميدان الحياتي المجتمع الواقعي، وأيضا من السوشيال ميديا وأيضا من الإعلام وإلى آخره. نعم. وبالتالي الذي يخطط لبناء جيل عنده الوعي السياسي وعنده حرية التعبير وتقبل الآخر وتبادل الحوار، عليه أن يخطط أيضا مع مؤسسات أخرى للتأثير في المجتمع. فنحن نريد انتخابات مدرسية محاكية للمجتمع الحياتي. أيضا هذا يعود بنا خطوة للخلف، أن نعيد بناء الوعي السياسي لدى المواطن الكبير الذي يعتبر القدوة والنموذج أمام الطالب الصغير. وبالتالي مهما فعلت المدرسة من تعديل مناهج وإقرار لمادة الديمقراطية وتدريب الطلاب على الثقافة السياسية والعملية الانتخابية، نحن أيضا بحاجة لبناء مواطن يكون قدوة لأبنائه. يعني هل تعتقد أستاذ حسام كان يجب مثلا تهيئ الطلبة قبل هذه الانتخابات، تربيتهم تربية سياسية أو تربية ديمقراطية، ما هو المسموح ضمن مثلا النظام الداخلي للمدرسة قبل إطلاق الشعارات؟ أن نعترف أمام طلابنا أن هذه الممارسات تحدث بالواقع وليس جميعها ممارسات إيجابية. نعم. وأن نبين للطالب الممارسة الإيجابية التي يجب أن يقوم بها خلال وجودهم في المدرسة والممارسات السلبية التي ننفر منها. وأيضا
أن تكون هذه المجالس الطلابية مفعلة خلال العام الدراسي حتى يأخذ الطالب الموضوع بشكل جاد وبشكل مسؤول، ثم أن تأتي هذه العملية الانتخابية بعد دورة تدريبية في الثقافة السياسية وأهمية الحوار وتقبل الآخر. أن تأتي هذه الممارسة الانتخابية بشكل نشاط لا يسبقه تحضير وتدريب، أتوقع أنه هذا يعري هذا النشاط من أهدافه ومن غاياته. نحن بحاجة لتدريب الطلاب ثم لتنفيذ هذا النشاط بشكل يحاكي الواقع ويؤكد على أهمية تنفيذ غايات هذه المجالس الطلابية التي نأمل أن تكون هي حلقة وصل بين ولي الأمر وبين المجتمع وبين المدرسة، وأيضا أن يشارك الطلاب حقيقة في تقديم المقترحات وتقديم التوصيات، وأن تكون المجالس الطلابية ليس شكلا بل أن تكون فاعلة، لأن الطالب يتخرج من المدرسة ثم يعيد نفس النموذج في الجامعات ثم يأتي مدخل المجالس النيابية والبرلمانية والبلدية. نعم، لربما أيضا هناك يعني دعم من الإخوان الكبار والأهالي لمساندة الطلاب الصغار في المدارس لفوزهم بالانتخابات، ومن هنا لربما رأينا بعض الممارسات المتعلقة بالولائم بعد الفوز على سبيل المثال، أو بوجود المال الأسود بين قوسين، أو ما حدث يعني في مدرسة واحدة. هنا أسألك أستاذ حسام، يعني هل هناك نموذج مثالي للبرلمان الطلابي؟ هل يجب أن يكون هناك معايير معينة للطلبة الذين يكونون في هذه البرلمانات؟ هذا يأتي من خلال البناء التراكمي لتكرار العملية الانتخابية، ويأتي من خلال غرس القيمة في نفوس الطلاب من خلال بداية العام الدراسي وعلى مدار سنوات. الموضوع يحتاج شيء من الصبر، لكن أيضا لا نغفل أن الطالب حينما يقوم بدفع مثلا نصف دينار كما قرأنا لزملائه الطلاب، أو يقوم بعمل وليمة بعد الانتخابات، أو يقوم بتقديم وعود مثلا أشبه بالمستحيلة، هو بالنهاية الطالب يقلد ويعتقد أنه هو النموذج الصحيح. يأتي هنا دور المرشد التربوي بأن يعزز لدى الطالب مفهوم دور كل طالب يريد أن يشرح نفسه للانتخابات، ثم مسؤولية الصف بالانتخاب، ثم مسؤولية المجلس الذي تم تشكيله، بحيث تكون الوعود الانتخابية مناسبة لأهداف المجلس. هذا موضوع جزء من التدريب وجزء من التربية. وهنا يأتي معلم الاجتماعيات ومعلم اللغة العربية ومعلم التربية الإسلامية ومعلم الفن، بحيث يوظف هذه الحصص المدرسية لتكثيف العملية الانتخابية بحيث تؤدي غاياتها وفلسفاتها. فهذا النشاط تدخل فيه كل المواد التي يتعلمها الطالب، لكن يجب أن يكون هناك جهد جماعي من الإدارة المدرسية ومن مربي الصف ومن المرشد التربوي، ونصبر على طلابنا حتى يتشربوا هذه الثقافة السياسية، ونحن بالنهاية نطبق هذه العملية الانتخابية المدرسية أملاً في أن نوجد هذا الطالب الواعي المتمكن القادر على إيصال صوت الطلاب لا الحكومة المدرسية اللي هي الإدارة المدرسية ليكون العام الدراسي عام مليء بالجد والمثابرة ويحقق أهداف الطلاب. نعم، الأستاذ حسام عواد الخبير التربوي، شكرا جزيلا لك. وطبعا نحن نؤكد بأنه هذه الممارسات هي لم تكن الممارسات يعني على مستوى المملكة، كانت بعض الممارسات التي لفتت يعني النظر لمستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا للمواطنين. نتمنى لطلابنا دائما المزيد من التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا نموذجا للديمقراطية، وأن يكون يعني اللبنة الأولى حتى يصلوا إلى البرلمانات وصنع القرار.